طيب بصوا، خلينا ما نعممش الموضوع على اللعيبه المصريين لانه ده في العالم كله. من الحاجات اللي كانت جميله جدا قريتها على في الجول، يعني لستة العقوبات بتاعت فرانكي لامبرد. فرانك لامبرد من ضمن العقوبات اللي كان بيحطها بارقام كبيره جدا، فلوس كتيره جدا، ان حد يمس جلسه علاج طبيعي او ان حد ما يعملش التدريبات المطلوبه منه الوقائيه. الجيم لو اتاخر على الجيم بيتغرم رقم ضخم جدا. لو نرجع بذكرى موسم بالظبط لورا، بول بوجبا مع جوزيه مورينيو اتخصم منه بسبب ان هو كان عنده اصابه في العضله الخلفيه وطلب منه يعمل بعض التدريبات الوقائيه ما عملهاش، فبالتالي كان اتوقع عليه غرامه واتصاب تاني. اكيد اشهر قصه عثمان ديمبلي. ديمبلي عنده مشكله كبيره ان هو مش بيعمل سلوكيات خاطئه اللي احنا كنا دايما حتى واحنا بنلعب كوره صغيرين يعني كانوا يقولوا لنا لازم تناموا كويس ولازم تاكلوا كويس ولازم تشربوا كويس ميه. لسه يعني حاجه ظريفه جدا لبرنس بوتينج، قال ان دلوقتي لعيبه الكوره صغيرين في السن ومش بييجوا التمرين ويمشوا على طول، مش بيعملوا تمرينات اضافيه. وانا نفسي عملت كده في وقت من الاوقات بس ده مش صح، هما لازم يشتغلوا على الموهبه بتاعتهم او يعملوا المطلوب منهم. فبالتالي احنا في مصر زينا زي العالم كله، اكيد في سلوكيات صح وسلوكيات غلط. فكره الثقافه الطبيه او التوعيه هي بتختلف من شخص لاخر. طبعا احنا في لعيبه الحقيقه اتشرفت ان انا اتعاملت معاهم، لا ناس ذكيه جدا وناس شاطره جدا وناس يعني ثقافتها الطبيه او يعني الرياضيه هايله قويه جدا جدا جدا. يعني لو ينفع اقول اسم صراحه، شريف اكرامي مثلا. شريف من الناس المثقف ما شاء الله جدا 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 ومريح، ده بيبقى لعيب مريح جدا في التعامل لان هو فاهم انا عايز منه ايه وهو فاهم كويس جدا ايه المطلوب منه. هي بتختلف على مستوى الثقافة زينا كلنا، يعني انا ممكن اكون بتكلم مع حضرتك وانت ثقافتك الطبية كويسة، او بتكلم مع حضرتك وهتكلم معايا وانا ثقافتي الطبية مش كويسة. فهي الفكرة كلها بتختلف يعني فاريبل من شخص لاخر، بس طبعا في لعيبة هينين، في لعيبة ثقافتهم الطبية ممتازة. التوعية احنا بنحاول على قد ما نقدر، انا دايما مش انا بس هو جزء دايما من ديوتيز او الواجبات طبيب الطب الرياضي ان هو الكونسلنج او الوعظ او النصح او التوعية طبعا في الجانب الطبي يعني.